تقدر تخلص فكاتيرك ومشترياتك وتعدل جميع تحويلاتك المالية من خلال تطبيق بنكيلي، ما احتكيت مع حد. والعد ما هو عندك بسيط، تقدر تشارجيه من خلال جوجل بلاي وأب ستور والتسجيل فيه والتفعيل مجاني. صادرين اليوم تم تعيين الفريق محمد والبنبا والمجة قائدا للأركان العامة لجنوشه، كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم تم تعيين الفريق البحري سلكو للشيخ الولي قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية. وأعلنت رئاسة الجمهورية كذلك أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم تم تعيين اللواء أحمد والعبد الودود والمبارك مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن. كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم تم تعيين الفريق محمد الشيخ والمحمد لمين قائدا لأركان الحرس الوطنية. وأعلنت رئاسة الجمهورية كذلك أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم تم تعيين الفريق مسقار والسيدي مديرا عاما للأمن الوطني. كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم أيضا تم تعيين اللواء المختار والبلة والشعبان قائدا للأركان العامة للجيوش المساعدة. وأعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم تم تعيين اللواء حبيب الله والنهاه والأحمد مديرا عاما للتجمع العام للأمن الطرق. كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم تم تعيين اللواء محمد المختار والشيخ والمني قائدا لأركان الجيش البرية. وأعلنت رئاسة الجمهورية كذلك أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم تم تعيين اللواء البحري محمد والشيخ نول الطالب مصطفى قائدا للأركان البحرية. كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادرين اليوم تم تعيين اللواء محمد والشيخ والبيدا قائدا للقوات الخاصة.